بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب، الحديث عن واحدة من ضمن الكلاسز الجميلة جدا اللي بتضاف على الإيمجز، وبالذات لما تكون الإيمجز ديت فيها روابط. أنا قدام مني صورتين، الصورتين دولت مش واخدين غير السورسات بتاعتهم، والالترناتيف تكست المفروض طبعا يكون مكتوب كنص تلميحي بديل في حالة عدم ظهور الصورة، وده اللي بيفيد السيرش انجنز بشكل كبير في إنها برضه تصرش على الصورة دي بالاسم اللي بيكتب في الألت. فاسم الألت ده واحدة من ضمن الرسوم الجميلة جدا والمهمة بصراحة في موضوع الصور. وسايب الكلاس بتاعي فاضي. لو أنا يا جماعة رحت على الصورة وحطيت كلاس اسمه صاب نيل، الكلاس ثامب نيل ده يا جماعة ممكن يكون طبعا احنا شفنا تأثيره قبل كده، أو مش أول مرة نشوفه يعني. وجربنا تأثيره قبل كده، اللي هو انا رحت يعني بس حرف اليو ثامبنيل. لو انا رحت على الصوره وعملت ريفرش هلاقي اني قابل الفرق ما بين الصوره العاديه والصوره اللي فيها الثامبنيل. يعني انا لو دخلت بزوم شويه يا جماعه ممكن الناس تاخد بالها من ان الصوره اللي واخده رسم ثامبنيل بتحط حوالين منها بوردر كده بلون الخلفيه، ولما بتيجي تعمل هوفر عليه بيدي لك زي تاثير فيت كده، جريدينت من نوع معين من اللون الابيض من اللون الاسود مرورا بدرجات اللون الازرق السماوي السيان للون الابيض. ده تاثير جميل جدا بيفيد لو انت كنت ناوي، لو حضرتك كنت ناوي تشغل الصوره بتاعتك كرابط او كلينك. الله المستعان، ديت النقطه اللي احنا كنا حابين نوصلها في حلقه اليوم. طبعا تقريبا احنا اتكلمنا عن الجانب بتاع الصاب نيل ده في نقطه من النقط، حبينا نوصلها بشكل منفصل. كما ان الجانب التاني هو حضرتك ممكن تستخدمه بشكل عام لو انت كنت ناوي تستخدمه مع رابط. يعني لو انا مثلا ادرجت وسم الانكر بتاعي تمام، ورحت عامل ريفرنس ونفرض يا جماعة ده مربع، وحطيت نفس البلس الخاص بالصورة نفسها. لو أنا عملت كنترول سي حطيت نفس البلس ده جوه الجانب ده، يعني ديت مش واخدة كلاس، الصورة مش واخدة كلاس، لكن الكلاس اللي اسمه صمب نيل ده موجود في مع الرابط. لو أنا رحت حاولت أعين النتيجة هلاقي إن نفس القصة راح تظهر معايا. فأنا ممكن أسلم الكلاس ده للرابط او الصوره لو انا كنت ناوي اربط. طبعا الفكره بتاعت الرابط لو انا كنت ناوي اربط بصوره معينه، فالكلاس ده برضه من ضمن الحاجات اللي ممكن تساعد معاك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.